السلام عليكم. السلام. واكو سلامي ولا المركه هره قفكي لهاد لايه علي عبد الله اويس او دقن مقاله السندس فال صومها. واكو سلام اوكي حاضر. وانا لدو عبد الرحمن الحذيفي ورياء سيت هاي في عام الله. هذه عاد نيو حان ربي بروجرام كاسم من سنه ربينا سؤال كاوي ديو هذه سويدنا كنوش هاي واقرتين مركا بروجرام كان يهو دب مو كايها مصر دالنتات انا اعلم الاهل اللي تقفك اللواء علي اذن كل هلا يعودك اقواء قناي ان وحن ربا انا برامج كان سيدا عن الساحة ذا ايه وانا في سادة هذا البقم نيكي علي تلفونك نيكي وكو ديكي هكو ديكي محي عد ماشي اكو عد البروجرام هو تو بينتا الو ميانا اللي دمني الو ميانا الاخر اللي ساركين الو الدنيا دم الساسة اللي قلت شو غيا حبلهن إلهي ما كبقت سدا عورضة دو قاوني سو أسا وقاعد عندك سدي شمس وحكون عيسى تاي الله هبل سنكي خمسة تاي تك وار الله هي ما كان قادي الساقة تمل كلا كتوم عرس قيرو تشانل لايك سبسكرايب بوفكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شن كان تقدر هون سنيا أبا بابا عرس قيرو تشانل فضلا تدك عشان لايك شير سبسكرايب بوفكس يسيدي تنتبه هاتو سونا قلنا سين ملك استادوك جبتنيو مقال بان شمعيه دبي شمعيه مركب دبي برافت بنغري سيدا بان سيدي مركب سلا سيدا بان شرم بوي سوقلي أدنا علي حول دقتا سوقلي أدوك مقال كي شمع موارك بان لي حتي أم مقال كي لا بري بسوقارا أما أنا إنت هوا حبك كدي بسوقارا أو شمع مبارك أنا قلنا هذا ركتو أسأل ذي قوة شيء مقال كم يهرو دوم بوا سيدي دوم تبعته حتى رعيل كاسلا نقدر سلام قف كعجت ما يماضو أو واحد طيب الشارع هي اللي هي مش عليها قد أوجدين حالته إن سكو بروجرام كيس دون أولي كل دورني إن الناس ودكي وري حذيفي أيا تين كيس سودكي دوري تون سعد بتالا أيا نيكي تلفون دري هيستري كيس كشكرية طبعا سلطة دعوانو ميت كله مشكور جدا لك أنا سكو مشكور يا هاي تاي طبعا نقلو الكان وحنا كنا لي هاي مقالة اللي هذا صندس فلو كنا لي ودك يسولن كتالا een waxaan soo helay xogtiisa adresskiisa soo helay horta waa haas hadda oo ma aha nin oo gurdoon gurdoon ma aha waa haas ba ninkan wana waa macalan balgeesiya okay ana waxa hadlay doobana waxa hadlay xoolahan leey anigu waxa maskaxdayda iyo aqaliyadeeda marka ka shaqeysay aan isweydiini xoolaha inta la eeg ni Soomaaliyeed waxan adduunaha qof marka xoolo badan leey waa la register kiraya oo jornaalada lagu qoraa oo historigiisa la hayaa laa mid ba marka baskaxayay Swedish taas Swedish waxa weeye ama oday Islaam Swedish ah uga dhintay oo de u shaqeyn jiray ama waxan wax ka jiraan garan waay ala kulli hal ninka ba ka daba tagay oo waqti galiyay ku mashquulay ala salaam wili gay ma sameeyna reaction mana hadal mar rabina reaction sameeyo laakiin dad badan waxay yiraahdeen Xudeyf aad igantaa Sweden ninkaan muxuu yahay ninka waa wacay marka waxaan rabaa inaan codkiisa hadda la dhageysto جعل عن ذي القوة درت سود مركلة يا كلها يعني واحد جاء ليه صاحب بطل ما تصل مش عليا هذه ودقن نواحي قال لا حسمة واحد سويدن حافظ عن صومالة بطل عند قن ده رينج ده وش بس إن تاسع تاني عن كتكنا بريها إن واحد تري إن ويل عن أد وما سير هي واحد قلت المعطي لك هذه القوة سر أوكي إلى هيبة غادي يمك قف من واحد الرون تاعي حتى أما أبين تاعي مكسو قال إك ولا الكي وحول هاي ستا أو صومالية حنا قوم سيري إلى يا أكريو أنا أنا هسي ودعي حتى قلبي حسيت كأنه قط ولي قبل قال من شو مبت والله قلي ما كم صرت ها هي جوزي دورا كان يا دري هي مركا كان صح ويا مركا ويل كاس حكتي س واحد بدن واد
كسو حوراستان جينيا سببت قوسيار اياد كنتمام هورتا محاد قوسيار او تلمام ان هورتا اذا جا هورتا اذي اذا هورتا ما سنتهاي ويل كاس هورتا ويل فريد اه او اد عجيب واهويان ان هورتا ان دادك غاركود وحانكا كومنتي بضانو اللي ايسو قري او دادكو اللي يهين محاد قوسيار او تلمام تي محاد سانو تري لكن اريقا معناها قوسيار ايا دادك كمقان او ايسان اقوام بضان ايسانو لهين قوسيار وانينك حنانية الى لي دريالة حولها او رنتي وانا امان ان قفكو مركا او ان حولا ان ماين ميركا وان كتبت تقيا ميركا وان كتبت تقيا قوسار انا واحد نقرا قفك ريرميقا يهدو لي يسوك حولا رقدت لكيس قفك قوسار معاني وقف لكري ويود على رقدة هيا الى لي في عن او يهي قوسار قفك ستا من نقن كرا مركا ويل كان اسودنا يكونوا لي هاي وحا او شاقي اما او شاقت برتيز يوتيوب كوكو شاقتي انو حولها ناسيق او لي هاي inu beertan asiga u leeyahay inuu hawshan dhan isagu leeyahay waliba uu doonayo guurdoon uu yahay een samarkana uu doonayo gabar uu guursado uu la yahay sidaas daraadeed uu doono ila la soo xiriiro qofkii een uu ka helana uu xoolo badan uu ka bixin doono marka dalkan Sweden wax walba in dalkan oo kaliya ma aha dalkan oo idil een xogta qofka waa mid si dhaqsi loo ogaan karo meesha uu ku nool yahay qofka uu yahay waxa uu qabto يعني شخصيته قفكة. أرتا إن كان أضجع أرتا وأنا فريدة مركان كلها هاي أرتا وحكو بيجي هدي أداوت تي في فيرها أما تي في جا أفراد وده في السودان وعكب برنامج اللي يراه ذا بوند سوكر فرو أو أه بيرليج وحدون يا حاس يدون يا وبرنامج عالمي أما فاما سيكس وايف ما لبضن وكبحها een waa barnaamij runtii barnaamij korto koobiyay een waan sidii doonaa haato aniga laftirkaygu waxa aan la yaabanahay ama aan mashquulaya een qofu wuxuu magarasa ku mashquulsay okay waxa yaala badan baa laga jirjiray yaala badan baa laga jirjiraya marka waxaad arkaysa in magaranaysa wixii la rogrogayo way hadal badan baan ninka ka soo baxay ninkani la yaabay wax badan ogyahay oo hadal wax xeerinay waan wax fiican qofki inuu wax koobiyo ama aragti uu la yimaado marka taas kuma dhaliilayo laakiin arrinta meesha taala waxay tahay wiilkan ma yahay ninka beeraleyga ah ninka beerahan iska leh ninka iska leh maxaa la dhahay xoolahan ma yahay marka wiilkan wuxuu ku nool yahay magaalada la yiraahdo Sundus Valley ku nool yahay halka waa laga jiray ninka beer wixii isagoo tirinaya ayuu muuqaalka wala kala gooyay ninka youtube kan baa karnaya ama ninka aad wax u daawanaya ku taala een waxaan soo helay xogtiisa address-kiisa soo helay horta waa haas hadda oo ma aha nin oo guurdoona guurdoon ma aha waa haas ba ninkan laakiin barnaamijkan waa barnaamij horta la wada jilay oo gabdhahana barin oo arki doonta barnaamijkii horena ku sheegay barin waxa iman doonto waa wada jilnay arintaa barankii ahayd baad hatta waxa dib u fiirisaa programme badan oo horay YouTube ku soo geliyay dib u fiiro barankii kala duwan oo sameeynaa uu leeyahay xaarka ugu dhigay jaad inaan cunaan raba Yemen aan ka imaado iyo lacag ma siinaysa iyo gabdhuhu leeyahay telefoonkaaga ma siin macnaha programme kala duwan horta oo horay ugu sameeyay laakiin barnaamijkan dad badan aad u hadalhayeen sababtaas ka keentay in aan anigu aan ka hadlo weligay ma sameeyna reaction mana haddana ma rabo inaan reaction sameeyo laakiin dad badan waxay igu raadeen xudeef waxa degantahay Sweden ninkan muxuu yahay ninka waa wacay marka waxaan rabaa inaan codkiisa hadda la dhageysato absolutely Ali in badan baa codkiisa maqlayseen codka ma ka dhageysataan isagii oombiis marin weyn marka calayow filinkaagu muxuu ahaa ma youtube-ka boqolka ku gaadhisay maxaa qaldan bal wax noo sheeg haye salaam asalaamu calaykum waa ku salaamay walaal marka hore qofkii la hadlaya Cali Cabdullaahi Aways oo degan magaalada Sundus Falls Soomaaha waa ku salaamay okay khaldi waan la dhaw Cabdiraxmaan Xudeefi oo wariye ah Setahay fiican wallahi aad iyo aad miyuu waxaan rabay programka aa sameysan rabay inaan su'aal ka weydiiyo adey Sweden aku nooshahay waa gartay marka programkan iyo dhab mo ka yahay mas dhalanteed wala calam ahli qof kale waa ala adan kula hadlaya codkaaga waa aqaanay waxaan rabaa inaa barnaamijkan sida saxda wuxuu leeyahay
leeyahay aan waaqi sadee hadal bagam ninki Cali telefoonka ninka uu ku dhigay ha ku dhigay maxay aad meesha ku wacad al program ka wato penta halo miyana le dimini halo miyana aakhiray is arkeen halo adduunyada misaasa lagu joogaya hablahan ilaahay inaad ka baqad sida awradood u qaawinayso asa u qaada dhigaysaday shumso waxa ku raaysan tahay looda hebla sanke qabsatay tag war allahay ma ka ka qadi risaaqada meel kale ka doon war mi u walay haye markaan ari adiga calig ma tahay hadan wuxuu yiri ma ihi marka waa nin noocaas ah waa marka difaac uu galay marka ninkan aniga ma rabo in hadda xogtiisa oo inaan horo u sii galo laakin inuu Sundesfall degan yahay adreesku degan yahay waa soo helay guriga xaaska uu qabo way la degan tahay isla adreeska kula jirta nin kale oo aan filay inuu Itoobiyaan yahay maqal isla adreeska kula jira laakin si walba ha ahaato adiga ma isleedahay gabdho Soomaaliyeed oo xilligan jira oo qurbaha joogo ayaa xoolo dhaqi doono oo ilaalin doono oo qof sarra noqon doono oo guriga macnaha nolosha aad ku noolaan karo ma isleeda marka laga soo tago horta runnimada sheekadan saad u soo xuraansatay oo tiraa taraacday u soo ogaatay dad badan waxa igu weydiinayeen ninkan ma hanti kalu leeyahay oo lo'daan ahayn marka waxaan is weydiiyay waxa laga gabdhaha qaar Kanada ka yimaadeen gabdhaha qaar waxay ka yimaadeen Mareykanka yaani safarkaas dheerka bentood waa dhamaantood isu dhinowada dhinowada isu dhinowada gabdhaha wada dhigeen sheekadan waa sheeko la wada og yahay oo la wada jilay waay program asiyay isu dhinowada joogtaa magasaatirig dalka Kanada ka yimid waa maqleysa war waxan ba alla hayay war miyaan la dhimineen waa maxay waxa hayda bentan maxay aad bentani ha kan ayuu laga koobiyay isla markaana si barnaamijka dadka loo soo jiito kaliyan ku imaaday ee macnaheedu indhaha dadka la soo jiito laakiin kabdan badan oo Soomaaliyeed waxa jira ayaga laftooda dibka ogaada sheekadan oo ama falcelin ka sameeyay ama aad u daneyn la ah sheekadan aad iyo aad laakiin waxa ogaataa marka muqaal la sameynayo dad badan hadda waxay sameeyaan waa isfurna iyo waa isqabna YouTube ku bariyaan waxa noqon doonta views raad soo noqon u fahamtaa YouTube ku marka dad badan hadda gogoshoodi ka hadal halkay igi jooji anigu waxaan doonayaa inaan codkiisa maqlo waxaan doonayaa inaan feelkiisa maqlo inta badan fiidiyowada uu ku hadlay oo feeso sawle hatawle sigaway aleway haye hagaadan bay aliga doonaysa ma hay buuf inuu siyo sidii doonaba aad adiga laftigaagu muqaalku wax badan baa kaga dhahmay abti yoom qiyaamihii weey wax la la kala haray iyo wax la la xishoonaya ma jirto muqaalka muqaalka xigta ku kulan doona waxa niga tigi ahaa ma doonayo muqaalku dheer inaan si wadado buuf